لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يوم عربي جديد في مجريات هذه البطولة، بطولة كأس العرب تحت 20 سنة. اليوم نحن في النصف النهائي ولقاء المنتخبين الكبيرين، المنتخب المصري والمنتخب الجزائري، وجه لوجه في هذا المساء. محاولة في الطرف اليسار لصالح المنتخب المصري، محاولة البحث العرضية، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، الكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا وصلاح الدين رضا مصطفى، هذا هو المهاجم الدولية التي الكرة الملعوبة والرأسية والهدف الأول نعم، وافتتاح التسجيل للمنتخب المصري. مصر تسجل، صلاح الدين باشا، باشا يسجل، الباشا يعتلي بالهدف، وهدف أول للمنتخب المصري، يفتتح بالتسجيل. نعم، فرحة كبرى في المدرجات للمنتخب المصري وللجمهور المصري الذي يتابع. هدف رائع وسط متابعة الحارس أسامة عبد الرحمن بلالة، الهدف الذي أتى من ركلة. كل جميع المنتخبات مؤهلة حتى الآن، هنا الكرة الملعوبة، هناك 3 منتخبات حتى الآن تستطيع أن تتحرك. اليسار هنا طلب الكرة، لكن الكرة تقطع من الدفاع لصالح المنتخب المصري، والعرضية روعة روعة كانت للمنتخب المصري، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. لقى بشكل ممتاز والعرضية خطرة، لكن إلى خارج أرضية الملعب. كرة خطرة لصالح المنتخب المصري وضاعت على ماجد هاني لاعب الزمالك، بعد الكرة بعيدة جدا، كان بالإمكان أن يسجل جدا هنا في أبها وفي منطقة عسير. هنا المرور ممتاز من القائد والتسديدة إلى خارج أرضية الملعب، كانت من مهدي توانتي. مهدي توانتي الباك الأيمن للمنتخب الجزائري، سيقول لا، يريد أن يكون هو المنتخب الآخر الذي يتأهل للنهائي، ويريد أن يحصل على البطولة كما حصل عليه المنتخب السعودي في التدخل ممتاز للمنتخب المصري والبينية، لكن الحارس أسامة ملالة تواجد في المكان. محاولة في التحضير، التسديدة، وأحمد السيد، أحمد رادر السيد يمسك الكرة. هذا هو الحارس، حارس فيزينا البرتغالي، وحارس الكرة ملعوبة في الطرف اليسار، ممتازة لصالح المنتخب الجزائري. كانت محمد بسار، البحث عن التسديدة إلى خارج أرضية الملعب. ممتاز المنتخب المصري على مستوى الدخول وعلى مستوى بأول. لولا الكرة الملعوبة والعرضية، الكرة الثابتة للمنتخب المصري ستشكل في اليسار، ممتازة والدخول خطرة إلى خارج أرضية الملعب. كرة إلى خارج أرضية الملعب وركلة المنتخب المصري أو المنتخب الجزائري. هنا الكرة الملعوبة والتحضير، روعة روعة كانت للمنتخب المصري. أخطر المنتخب المصري، الخطورة واضحة من الفراعنة، الخطورة واضحة. هنا خالد محمد عوض على تنفيذ ركلة الزاوية، الكرة التي كانت على التنفيذ، يلعب الكرة العرضية، لكن الحارس أسامة عبد الرحمن عودي يصنع الكرة ومسير، والتمريرة ممتازة، لا يوجد تسلل. نعم الهدف، أعتقد أنه هدف، لكن الراية والتسلل، الحكم يرفع الراية المساعد. المنتخب المصري ممتازة، لكن الكرة والمحاولة ما زالت، والتسديدة والترويض ممتازة لصالح المنتخب المصري، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. روعة روعة كانت الكرة الماضية. الخطورة لدى هذا اللاعب والماهر، والذي يمرر الكرات بشكل ممتاز، واللاعب الذي كان مميزا في فترات اللقاء الماضية، يعني في الساعات، في النصف ساعة الأولى حتى الآن، واللاعب الوحيد الذي تم رقم 6 ويسدد، والحارس أحمد نادر السيد لاعب هو من صد الكرة. كنت قد وضعت خيارات لتنفيذ هذه الركلة، والخيار الأخير أحمد نادر السيد هو من صد الكرة، وفي هذه البطولة حتى الآن أفضلية جائزة أفضل لاعب في كل اللي روعة.
خالد محمد عوض في العرضية، لكن الدفاع الكرة تتخلص إلى ركلة زاوية لصالح المنتخب، منتخب الجزائري الأول. هنا الحارس والهدف، نعم والهدف الثاني للمنتخب المصري. روعة روعة، الفراعنة يسجلون الهدف الثاني، الهدف الثاني من عبد الرحمن رشدان. عبد الرحمن رشدان القائد هو من سجل الهدف برأسية رائعة للمنتخب المصري. كنت امتدح الحارس الجزائري، لكن الخروج لم يكن مقننا من أسامة ملالا الحارس. نعم ياسين بن حامد، ياسين والعرضية والرأسية، ممتاز الدفاع، عمر فائد ممتاز، وأيضا عبد الرحمن رشدان القائد. مسعود سالم يحاول المرور هنا، كسب الخطأ، خطأ لصالح المنتخب الجزائري. هل يستغل هذه الكرات المنتخب الجزائري ويقلص الفارق قبل نهاية؟ سيلعب الكرة، لاعب الكرة العرضية إلى خارج أرضية الملعب، هو أراد أن يلعب الكرة للمهاجمين. مسير جعودي لاعب لاتسيو الإيطالي، والذي يتواجد في رديف اليسار، محاولة البحث عن العرضية، وخطرة خطرة كانت من أحمد حلمي لاعب الكرة بشكل ممتاز. محمد مسعود سالم، هل يستغل الفرصة؟ أفضل استغلال والتسديدة إلى الحارس أحمد نادر السيد. أحمد نادر السيد، يعني المنتخب الجزائري يفتقد يعني الزيادة العددية بصراحة، يعني واضح حتى اللاعب الجزائري. الكرة منقولة بشكل ممتاز، لكن الكرة إلى الحارس تقدر حتى الآن في يعني التسجيل حتى الثلاثية. هنا العرضية ممتازة من الدفاع، تبعد وكانت من اللاعب رقم 6 ستان بركة. المنتخب المصري في هدف لم يحتسب للمنتخب الجزائري. أقول شك، ربما أكون أنا مخطئا، انتصر بهذه النتيجة، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. محاولة جيدة للجزائر، هذه المحاولة يعني، لكن نشاهد هذه الهجمة لصالح الحلوخريب، والهدف الأول للجزائر. الجزائر يقلص الفارق، محاربو الصحراء يسجلون الهدف الأول. روعة روعة روعة، لحلوخريب لحلوخريب يسجل الهدف الأول للمنتخب الجزائري، والجمهور الجزائري يظهر الآن في أكلة الزاوية. تلعب الرأسية الثالث، الهدف الثالث للمنتخب المصري. روعة روعة، مصر تسجل الثالث، الثالث بالرأسية. روعة روعة للمنتخب المصري، المنتخب المصري يضرب موعدا مع المنتخب السعودي في النهائي الذي سيقام على أرضية هذا الملعب بالثلاثية. نعم، فرحة كبرى في المدرجات.